ووعي منا بحق المناصرين والجمهور في التعرف على لاعبيهم عن قرب. فسيتم خلال الأيام القليلة القادمة تنظيم حفل جماهيري كبير على مستوى ملعب 8 ماي بولاية سطيف لتقديم اللاعبين لجمهور الوفاق مباشرة بعد عودتهم من التربص المبرمج له خارج الوطن. سيداتي سادتي، ختاما أود أن أؤكد مسعر سون الغاز وإرادتها القوية في العمل جديا على مشروع تأسيس فريق محترف قوي من خلال الحرص على دعم الفريق، كما أؤكد عزم سون الغاز على الاستثمار في مجال التكوين وذلك من خلال إنشاء مركز للتكوين تنطلق أشغاله قبل نهاية السنة الجارية. كما لا يفوتني أن أدعو من هذا المقام جميع مناصري الوفاق للوقوف إلى جانب فريقهم العريق في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة. شكرا على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.